كابتن عزت أبو الروس من الكباتن اللي لعبت في النادي الأهلي في الستينات مع عمالقة وأساطير كرة القدم في النادي الأهلي. كان بيلعب مدافع وكان له مكانة قوية جدا في الفريق أيام الشيخ طه وهشام سليم، كابتن هشام سليم، وناس كبيرة قوي في النادي. وكان من يتميز بالخلق الحسن والرجولة في الملعب، ويعني هنتكلم عليه أساطير كتيرة قوي مش هنقدر نديله حقه. والله هو الكابتن عزت من الاسماء الجميله اللي الواحد يتذكرها في النادي الاهلي، وكان في الوقت ده كان في اسماء الواحد اول ما يسمعها يحس ان الاهلي هيفوز بالمباراه. من ضمنهم الكابتن عزت، كان مالي مركزه في الدفاع وساعات بيلعب في خط النص. فمن الاسماء الجميله اللي احنا حققنا معها بطولات كتيره في فتره اللعب بتاعته، ونتمنى من الكابتن عزت انه يعني نسمع عنه كل خير ونشوفه في البرامج الرياضيه او في تدريب الشباب او اكتشاف مواهب، ونتمنى له كل التوفيق. انا فاكر الكابتن عزت ابو الروس ان هو كان من المدافعين الطيبين الممتازين، وفاكر ان هو كان مخلص للنادي الاهلي، وفاكر ان هو كان بيحترم نفسه وكان راجل جد وكان راجل مخلص، ويا ريت اللعيبه اللي في حاليين يقتدوا بالكابتن عزت ابو الروس. كابتن عزت ابو الروس هو كان بيلعب في الدفاع، وكان أستاذ، يعني كان أستاذ في اللعب، وكان كل الناس بتحبه، يعني سمعته بسم الله ما شاء الله يعني كانت عظيمة. يعني كابتن عزت أبو الروس كان بيلعب باك، ويعتبر من الجيل الذهبي اللي أمتع جماهير النادي الأهلي، وكان معروف عنه أنه كان شخصية قوية، إنما هو كان فيه يتسم بالحزم، إنما في نفس الوقت كان اجتماعي رائع، وما زال لغاية دلوقتي السمة الغالبة عليه اجتماعيته وتواضعه وأخلاقه الجميلة لغاية دلوقتي. كابتن عزت أبو الروس ده من الكباتن اللي لهم مكانة في الذاكرة بتاعتنا من زمان جدا، وكان كابتن يعني يعتبر كابتن مصر، يعني مش كابتن مش قليل، وهو على ما أتذكر كان مدافع، وكمان كان الكابتن الخطيب كرمه تقريبا أكتر من مرة، ويعني نتمنى يبقى في نفس النماذج دي موجوده في مصر. كان مدير كره في النادي الاهلي، وكان لعيب باك، كان كويس قوي، كان يعني مشهور قوي، وكان اخلاقه عاليه جدا، من اللعيبه الممتازه الحقيقه اللي ليها اسم وليها سمعه ممتازه في النادي، كلنا بنحبه يعني.